أهلا بكم. استمرار نمو اقتصادات الدول العربية خاصة المجاورة لإسرائيل وغير المنتجة للنفط مرهون بانتهاء الحرب على قطاع غزة، هذا ما قاله صندوق النقد الدولي على لسان كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق، التي حثت دول المنطقة على تعزيز قدراتها المالية في مواجهة التحديات الراهنة. مصر، الأردن، اليمن ولبنان أكثر الدول تأثراً بالحرب على غزة. مصر مثلاً تراجعت وارداتها من قناة السويس بعد هجمات الحوثي على السفن. اليمن الذي لم يتعاف اقتصاده من الحرب يعيش الآن في قلب الأزمة بسبب أفعال الحوثي. الأردن المجاور للضفة الغربية تراجعت إيراداته هو ولبنان من قطاع السياحة مثلاً بسبب المخاوف الأمنية وما تفعله الميليشيات التابعة لإيران في هذه الدول، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي الذي قالت جورجيفا إن 40% من الوظائف على مستوى العالم معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وهذا يحتاج لمواكبة تطوره والاستثمار به كي لا يؤثر على الاقتصاد أكثر. هل ما زالت اقتصادات الدول العربية قادرة على استيعاب الصدمات وعدم الاستقرار السياسي؟ ما هي رؤية هذه الدول لاحتواء تراجع الإيرادات في ظل بوادر استمرار الحرب على غزة؟ حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها والذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس يشكلان تهديداً للاقتصاد العالمي. وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيلانا جورجيفا أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر أضرت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربة عن خشيتها من أن تنعكس آثارها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي. وقالت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: نشهد الآن في قناة السويس على خطر توسعة، في إشارة إلى هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب التي تؤثر على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية. كما حذرت جورجيفا من أن إذا كانت هناك عواقب أخرى فيما يتعلق بمكان القتال فقد يكون الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم ككل. من جانبه قال رئيس البنك الدولي في معرض حديثه أيضاً خلال القمة العالمية للحكومات في دبي إن ما يحدث في غزة إضافة إلى التحديات في أوكرانيا والبحر الأحمر هي من بين أكبر التحديات التي تواجه آفاق الاقتصاد العالمي. مشاهدينا الكرام، هذا هو محور حلقة الليلة من استوديو أخبار الآن، نناقشه مع ضيوفنا من القاهرة الأستاذة بسنت عبد الفتاح باحث اقتصادي أول بمركز الحبتور للأبحاث. من بيروت ينضم إلينا الدكتور نسيم جابرييل الخبير الاقتصادي اللبناني، ومن عمان الدكتور خالد الشمري رئيس مركز الخلد للدراسات. أهلا بكم، وأبدأ معك أستاذة بسنت وأتحدث عن ما قاله صندوق النقد الدولي على المنطقة وأيضا مثلا بعد ذلك نتحدث عن مصر. قال الصندوق بأنه رغم كل ما جرى إلا أنه بالفترة الماضية كان هناك نمو واضح لاقتصادات الدول العربية، لكن مع استمرار الحرب وما يجري حاليا في البحر الأحمر بالتأكيد هذا أثر. لكن السؤال هنا أستاذة بسنت، هل الاقتصادات هذه الدول العربية ما زالت قادرة على استمرار الحرب وبالتالي استمرار تبعاتها؟ لا طبعا، هي الدول اوريدي محمله زي من الاقتصاد العالمي بشكل عام، عشان احنا متاثرين طبعا من ساعه كوفيد 19، فاحنا بنواجه تحديات. حتى الحرب الاوكرانيه برضو اثرت بشكل كبير وعملت موجه تضخميه كبيره، فاوريدي الاقتصادات كانت بتبدا في 2023 انها تتعافى.
طبعا الحرب دلوقتي اللي دائرة في غزة اللي هي حرب إسرائيل على غزة مخلية طبعا إن ده ممكن يأثر على الدول بشكل كبير، وبالنسبة لمصر بالذات طبعا زي ما حضرتك قلتي إن إيرادات قناة السويس انخفضت، لأن طبعا نتيجة للهجمات بتاعة الحوثيين على السفن ده خلى قناة السويس من 11 يناير لحد أول امبارح ل 11 فبراير بالظبط حركة السفن قلت بنسبة 30%، والإيرادات بتاعة قناة السويس قلت بنسبة 40%، وهي مصدر الإيرادات مصر بنسبة كبيرة، فتأثره هيأثر على الاقتصاد بشكل سلبي في حال انخفاضه أكتر من كده، لأن هي انخفضت بنسبة حوالي 71% مقارنة ب 2023، وده طبعا هيؤدي إلى تأثير برضو على اللي هي احتياطات مصر من النقد الأجنبي، لأن يعني بالدولار وكده طبعا، وهيؤدي طبعا إلى موجة تضخمية، وهيخلي يحصل بقى ارتفاع طبعا لأسعار السلع اللي هتعدي، لأن هي طبعا دلوقتي بتتجنب إنها تعدي من قناة السويس فبتلف عن طريق رأس رجاء الصالح، فده بيخلي إنها بتطول المدة، فده طبعا بيعمل ارتفاع في أسعار نعم. النفط طبعا، لأن هي بتستهلك نفط أكتر، فبتؤدي إلى ارتفاع طبعا أسعار السلع، وفي كمان بتمنع سلع استراتيجية كمان انها توصل او بتخليها توصل في وقت اطول، مثلا زي الزيت مثلا الماليزي اللي هو بيوصل عن طريق دلوقتي رأس رجاء الصالح، فطبعا ده بيزيد من الضغوط التضخمية على مصر، وده طبعا مش مصر بس اللي هتتأثر، هي قناة السويس اصلا بيعدي منها اوريدي 12% من التجارة العالمية، فطبعا حال ان هي التجارة دي قلت او اتأثرت هيأثر بشكل كبير، لان احنا اوريدي في التجارة العالمية ما رجعناش للمستويات اللي رجعنا لها قبل كوفيد 19، ودلوقتي هي اوريدي من اول الهجمات بتاعة الحوثيين ادت الى ارتفاع، قصدي ادت الى انخفاض اسفه، انخفضت بنسبة 1.3%، فطبعا مع استمرار الهجمات ده ممكن يخلي التجارة تتأثر بشكل اكبر، وكمان ده ممكن يخلي موجة تضخمية كبيرة طبعا بالنسبة لاوروبا بقى، لان هي هي أوروبا من برضو أكثر، إذا تحدثنا عن دول أوروبية، من أكثر الدول التي تأثرت بما يجري في البحر الأحمر، وربما هذا دفعها إلى تشكيل تحالف بالإضافة إلى التحالف ما بين بريطانيا وأمريكا لمواجهة كما يقولون الهجمات التي يقوم بها الحوثي. سأعود لك أستاذة بسنت، لكن أذهب إلى بيروت معك دكتور نسيب. دكتور، يعني ما يجري في لبنان هو واضح قبل حتى كورونا، ولكن كل هذه عوامل أدت إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية تكون سيئة جدا في لبنان، لكن الآن ما الذي أضافته الحرب على قطاع غزة وما يجري في جنوب لبنان وأفعال حزب الله وإلى آخره، ما الذي أضافه بهذا الملف على أعباء الاقتصاد اللبناني المنهك أصلا؟ كما تفضلتي، الاقتصاد اللبناني يعاني من أزمة اندلعت في تشرين الأول من 2019، ولم تبدأ العملية الإصلاحية لغاية اليوم للخروج من هذه الأزمة، ولكن القطاع الخاص استطاع أن يستوعب صدمة هذه الأزمة ويتأقلم، وتتموضع الشركات بشكل لتؤمن استمراريتها لغاية ما تبدأ العملية الإصلاحية التي هي مرتبطة بقرار سياسي. فما حصل في 2023 أن القطاع الخاص وبالتحديد القطاع السياحي كان أداؤه مميز، وكانت توقعات قبل 27 أن ينمو الاقتصاد اللبناني ب 2% بال 2023، وهذه أول سنة منذ 2017 الذي كان بالإمكان أن يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً، لأنه منذ 2018 وهو يحقق انكماشا، وفي 2022 لم يكن هناك لا نمو ولا انكماش، كان 0% نسبة النمو. فال 2023 كانت أول سنة سيحقق فيها لبنان نمو اقتصادي لغاية 27 الأول. أنا أعتقد أنه سيحقق لبنان نمو اقتصادي في 2023، ولكن ليس بنسبة 2%. فطبعا بدء الحرب على غزة أدى إلى أولا تداعيات سلبية على الثقة، وعلى بداية على القطاع السياحي والقطاعات ال 14 الرديفة التي تستفيد من الحركة السياحية في لبنان، وأيضا أدى إلى تجميد بعض المشاريع الاستثمارية في ظل عدم اليقين، خصوصا ان لبنان يعني هناك مواجهات مع العدو الاسرائيلي في جنوب لبنان، ما ادت الى نزوح
تقريبا 100,000 شخص من الجنوب من المناطق الحدودية إلى الداخل اللبناني، وهذا أثر على الحركة الاقتصادية اليومية في منطقة الجنوب. فهناك تداعيات مباشرة على هذه من هذه الحرب على الاقتصاد اللبناني. واليوم يعني المحاولات السياسية هي بعدم توسع الحرب لتشمل كامل لبنان، باقي المناطق في لبنان، ولكن القطاع الخاص طبعا بدأ يعاني في 2024 بالرغم من أنه استوعب هذه الصدمة في منذ 27 في 2023، لأن الحركة السياحية تراجعت والوضع الاقتصادي بانتظار الإصلاحات، وهو كله يتمحور حول الثقة، استعادة الثقة، وفي هكذا وضع ضبابي لا نعرف متى ستنتهي الحرب وكيف سيبدأ وقف إطلاق النار. طبعا الاقتصاد سيستمر بالتأثر. طيب، ما هو حتى ما تقوله إسرائيل بأنه إذا بقيت فعل حزب الله ربما ستكون بيروت كغزة أو غزة جديدة، فهذا كله عدم استقرار وبالتالي ينعكس على الوضع الاقتصادي وحتى السياسي في لبنان. دكتور خالد، أرحب بك وأسألك عن نقطة الأردن مثلا، لا تعتمد بشكل كبير على السياحة مثل لبنان، لكن تعتمد بشكل كبير على السياحة العلاجية وهذا معروف. أيضا ربما الاستقرار السياسي هذا انعكس على أن الوضع هادئ والأمور واضحة، سواء الاقتصاد أو إلى آخره، واضح المعالم، كل شيء في داخل الأردن، لكن هي الآن أيضا في قلب هذه الأزمة بسبب قربها، بسبب من إسرائيل، بسبب وصاية الأردن على القدس وإلى آخره. ما الذي أضافته هذه الأزمة على اقتصاد الأردن؟ أولا، الأزمة أضافت على الاقتصاد الأردني هو الاستيراد من خلال البحر الأحمر، لأن خليج العقبة يقع على البحر الأحمر. ارتفاع كلف التأمين على الشحن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى الأردن طريق خليج العقبة، أدت إلى أن يكون هنالك ارتفاع في هذه الأسعار. ولكن الأردن لديه سياسة اقتصادية مرنة تحمل كثير من الأعباء، بالإضافة إلى تحمل الأعباء في بالنسبة للأخوة الفلسطينيين، كان فهو تحمل هذه الأعباء. يعتمد على أولا ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع كلف الاستيراد، سواء للتأمين النقل أو لارتفاع أسعار السلع المستوردة، وبنفس الوقت هنالك تكاليف التي يقدمها مساعدات إلى الأخوة الفلسطينيين تؤدي إلى هذا. وطبعا الأردن هو يعني الحدود المتواصلة المفروض أن تكون تبع جلالة الملك، سياسة حكيمة جدا لعملية أولا المستشفى الميداني اللي بعثه إلى غزة، بالإضافة إلى المساعدات التي تذهب إلى قطاع غزة بشكل مستمر، أدى إلى أن يكون هذا التوازن. ولكن الأردن يتحمل أعباء كبيرة جدا نتيجة لهذه الأزمة، خاصة إذا طالت سوف تكون أعباء اقتصادية أيضا، والسياحة أيضا تأثرت. كانت السياحة في عام 2023 ممتازة في الأردن، الآن بعد عملية غزة انخفضت السياحة بنسبة مهمة جدا، وتأثرت القطاعات السياحية وتأثر الدخل السياحي في الأردن لهذه الأزمة. طيب، وهي هذه النقطة دكتور خالد، أنت قلتها بأنه وفعلا كانت هناك تقارير كثيرة تتحدث عن أنه القطاع السياحي هناك عمل جدي عليه في الأردن، وهو آخذ بالتصاعد، لكن الآن الأمور تغيرت. لكن بنفس الوقت يعني تعتمد الأردن بشكل كبير على الضرائب من الأردنيين، وهذا أساسا هو مكلف بالنسبة لهم، فإذا الآن كيف من الممكن أن يتم التعاطي مع هكذا تطورات لا نعلم متى ستنتهي؟ طبعا بالتأكيد الأردن يعتمد على الضرائب المبيعات، هذه الضرائب تعتمد على مستوى الإنتاج في داخل الأردن والإيرادات من القطاعات الإنتاجية، سواء كانت المصدرة إلى الخارج، والأردن يصدر إلى الولايات المتحدة بحدود 1500 مليون دولار، إذن هنالك صناعات تعتمد على التصدير. هل هذه سوف تتأثر إذا كان الشحن من ميناء العقبة؟ إذن سوف تتأثر إيراداتها، هذه الإيرادات عندما تتأثر تنخفض الأرباح وتنخفض الإيرادات، قد تؤدي إلى خسائر، تنخفض الإيرادات إلى موازنة الدولة الأردنية، فهذه أيضا جزء من يعني الضغوط على الاقتصاد الأردني إذا استمرت حرب غزة. والأردن يحاول بكل الإشكالات بكل الإمكانات أن يستوعب هذه ويؤدي إلى منافذ جديدة للتصدير، وتبقى هذه الصادرات الأردنية على مستواها الذي كان في قبل حرب غزة،
ويكون هنالك ايضا تصاعد في عمليات الايرادات الدخل، ولكن تحتاج هذه ايضا الى مده زمنيه. اذا لم تنتهي حرب غزه خلال فتره زمنيه سوف يعاني الاقتصاد الاردني من هذا التبعات الاساسيه، لان كما نعرف هو الحدود ولديه ميناء العقبه، واذا لم يكن هنالك منافذ اخرى للتصدير عن طريق البر سوف تؤدي الى ان يكون هنالك نوع من الضغوط على الاقتصاد الاردني. وهذه طبعا اشكاليه البلدان العربيه، وهذه ضريبه يدفعها البلدان العربيه التي تدافع عن قضيتها بهذا الشكل. ساعد لك دكتور ولبقيه الضيوف لاكمال الحديث حول هذا الملف، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، أعود لضيوفي للحديث أكثر عن موضوع مدى تأثر اقتصادات الدول العربية بما يجري في غزة وحرب إسرائيل على القطاع. أعود لك أستاذة بسنت وأسأل عن نقطة من ضمن حديث وبيان صندوق النقد الدولي وحتى بيانات الجهات المعنية والمختصة في مصر، يقولون بأنه لا يمكن للسفن أن تتحمل وقت أطول وأن لا تستخدم قناة السويس، لأنه هذا غير ممكن حتى وأن لجأوا إلى رأس الرجاء صالح أو طرق أخرى لمدة مؤقتة، لكن يجب أن يعودوا إلى السويس لأنه لا بديل عن هذه القناة. فلذلك مصر مطمئنة، تؤيدين هذا الطرح؟ هي حسب طبعا احنا في حاله من عدم اليقين، فطبعا هم لازم يرجعوا، لكن الفكره ان هو دلوقتي ايه البديل لو حصل ان في استمرت الضربات واتقفل مثلا قناه السويس او اتقفلت بشكل جزئي؟ فده طبعا يعني لان هو طبعا ليه هم بيقولوا كده؟ لان الالتفاف عن طريق رأس رجاء الصالح ده بيكلف كتير، يعني طبعا ده خلى فيه ارتفاع في الاسعار الشحن اصلا اوريدي اللي هي بقت دبل دلوقتي. طبعا هي ما وصلتش ل 14000 دولار زي ما كان وقت كوفيد 19، طبعا ده كان سعر عالي جدا، لكن التاثير ده كله مخلي ان كمان بيأثر على كمان اللي خلى اسعار الشحن تعلى ان في اسعار كمان النقل التامين، فده هيخلي ان الحاجات تغلى اكتر ويحصل تضخم وانها تلف اكتر. فهم طبعا بالنسبه لهم ان هو احسن لو تم ان حصل كونتينمنت للهجوم اللي بيحصل في قناه السويس وحصل تامين بحيث ان السفن تقدر تعدي، ان ده طبعا هيقلل عنهم التكلفه وهيمنع ارتفاع اسعار السلع وان يحصل تضخم. طيب أعود لك أستاذ أو دكتور جبريال وأسألك عن نقطة، قال قبل قليل الدكتور خالد بأنه الأردن لديها اقتصاد مرن فلذلك هو قادر على استيعاب المزيد من الأزمات أو الظروف، ماذا بشأن لبنان؟ أم لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد مرن إذا لم تكن هناك سياسة واضحة المعالم أو على الأقل استقرار نسبي أو على الأقل يعني أضعف الإيمان كما يقولون حكومة كاملة الصلاحية؟ صحيح، تراكم الأزمات بلبنان، ولا أتكلم فقط على الأزمة الاقتصادية الحالية ولكن الصدمات والأزمات السياسية التي مر فيها لبنان منذ على الأقل 20 سنة، أعطت لا أستطيع أن أستعمل كلمة مناعة، ولكن أعطت خبرة إلى القطاع الخاص على الأقل ومؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب الصدمات والتأقلم والاستمرارية. واتخذت شركات القطاع الخاص في معظم القطاعات في لبنان إجراءات للاستمرارية كما قلت لبدء العملية لغاية بدء العملية الإصلاحية، ولكن القطاع العام هو الذي بحاجة إلى دعم وإلى إعادة هيكلة وإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية، فهذا يؤثر بشكل مباشر على العمل اليومي للقطاع الخاص. طبعا نحن يعني وقعنا في لبنان اتفاق مع صندوق النقد في نيسان 2022، يعني منذ تقريبا سنتين، ولكن لم تبدأ العملية الإصلاحية بشكل جدي حتى بعد سنتين. يعني هناك بلدان في الشرق الأوسط لديها اتفاقات مع صندوق النقد كمصر والأردن والمغرب وغيرهم، وهم يلتزمون ببنود هذا الاتفاق، وهناك عدم قبول سياسي في العديد من الجهات اللبنانيه، لدى العديد من الجهات اللبنانيه لعدم تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد.
ف يعني هذا يعيق، هذا عائق امام نهوض الاقتصاد من الازمه، ولكن القطاع الخاص استطاع الاستمراريه، ولكن هو طبعا يعاني اليوم من الازمه، من الحرب على غزه وما يحدث في جنوب لبنان، وهناك كلفه على الاقتصاد، كلفه على الثقه، على تدفق رؤوس الاموال، هناك نسبه تضخم اصلا قبل بدء الحرب على غزه كانت نسبه تضخم مرتفعه، وفي 2023 ارتفع مؤشر السلع الاستهلاكيه ب 230%، وسنويا هذا هو مستوى التضخم في لبنان منذ 2020. ف يعني يستطيع القطاع الخاص استيعاب جزء من هذه الصدمات، ولكن اليوم في ظل عدم اليقين في 2024 لماذا سيحدث في غزة وفي جنوب لبنان، أكيد هناك كلفة على الاقتصاد وفرص ضائعة واستمرار في عدم اليقين يؤدي إلى فرص ضائعة على الاقتصاد اللبناني عموما وعلى القطاع الخاص تحديدا. طيب دكتور خالد، أعود لك بهذه النقطة، نقطة القطاع الخاص في الدول عموما، وأتحدث هنا عن الأردن. هل الأردن أتحدث كقطاع خاص، كشركات وإلى آخره، استطاعوا خلال السنوات الأخيرة أن يكتسبوا خبرة وأن يصلوا إلى مرحلة أنهم ربما يتكيفون مع كل هذه الأزمات بغض النظر عما يجري فيما يخص القطاع العام، سواء كان ذاهب باتجاه صحيح أو ربما باتجاه خاطئ؟ بالتأكيد الأردن والقطاع الخاص له دور كبير جدا وتجاوزه. أضرب لك مثل موجود، كانت صادرات إلى العراق أكثر من 1500 مليون دولار قبل عام 2003، بعدها انخفضت إلى حوالي 220 مليون دولار، والقطاع الخاص تجاوز هذه الأزمة ووجد منافذ عديدة أخرى في دول العالم، واستطاع أن يصدر إلى هذه الدول ويتجاوز ما كان فقده من السوق العراقي بهذه الكمية الموجودة. فالقطاع الخاص لديه تكييف، والقطاع الخاص السياسة الاقتصادية الأردنية والمالية الأردنية تتعامل مع القطاع الخاص بشكل متكامل مع القطاع الحكومي، ولهذا سوف نجد التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام لعملية التنمية في الأردن، ولهذا السبب نجد الاستقرار المالي والاستقرار النقدي الأردني أفضل من أي بلد عربي، خاصة البلدان المجاورة. يعني لو وجدنا مصر، الجنيه المصري بعد الأزمة كان له تأثير كبير أمام سعر الصرف، وكذلك في سوريا وفي اليمن نجد أن الأردن لا زال هنالك استقرار في سعر العملة، وهنالك وفرة في العملة الأجنبية في الأردن، فدلالة على أن هنالك استقرار اقتصادي لا زال في الأردن. وبالتأكيد هذه الأزمات لا بد أن تؤثر، وتأثيرها كلما تمر المدة الزمنية سوف يكون لها تأثير، وكيف نتجاوز هذا التأثير. وأعتقد القطاع الخاص الأردني يلعب دور مهم جدا في تجاوز مثل هذه الأزمات، ويجد الأسواق ويجد المنافذ الأخرى ويجد الطرق الأخرى لعملية التصدير إلى الخارج. طيب أستاذة بسمت، استمعت وتابعت تصريح لوزير المالية المصري، قال بأنه يجب أن نعتمد أو نركز على موضوع رجال الأعمال، تقديم التسهيلات لرجال الأعمال لتحقيق مكاسب، وألا يكون يعني بما معناه الاعتماد كامل على قناة السويس، لأنه لا أحد يعلم متى ستنتهي هذه الحرب وتعود الأمور إلى نصابها. يعني بالتالي هذا واضح أن هناك شكاوى وتذمر من التضييق على بعض رجال الأعمال أو عن كيفية وآلية العمل في مصر. هل تستطيع الجهات المعنية في مصر فعلا أن تحتوي هؤلاء بدل من أن يذهبوا ورؤوس أموالهم إلى الخارج؟ ما هي فعلا مصر بدأت تعمل تسهيلات وتوفر حوافز استثمار، وأوريدي بدأت بالنسبة للقطاع الخاص اللي هو التخارج من يعني بدل ما الحكومة تستثمر كقطاع عام بدأت تتخارج من القطاعات عشان تسمح للقطاع الخاص سواء كان مستثمر أجنبي أو محلي إن هو يبدأ يدخل يستثمر في البلد ويوفر له تسهيلات. فده طبعا يعني من الإجراءات اللي احنا بناخدها عشان نوفر التسهيلات. طيب لكن ما هو هناك من يقول بأنه الوضع أساسا في مصر يعني الأزمة مختلفة تماما عن مثلا عن الأردن أو حتى على لبنان، اليمن،
الوضع هو أساسا صعب قبل موضوع أزمة غزة فيما يتعلق بموضوع رجال الأعمال، بموضوع العملة، التعويم أكثر من مرة وإلى آخره، فهي الأمور غير واضحة الملامح قبل موضوع أزمة غزة. هو ده عشان زي ما بنقول غير واضحه، لان ده تصدير اصلا من الوضع الاقتصادي العالمي اوريدي، لان العالم كله كان بيواجه تضخم. طبعا في 2023 عكس ما الخبراء توقعوا ان هو حصل، ان ما حصلش ركود، ولكن طبعا في لسه ضغوط التضخم، في اثر الحرب بتاعت اوكرانيا، فكل ده مخلي في ضغوط اوريدي مأثره على مصر وعامله ضغوط تضخميه كبيره. فطبعا اوريدي في تشالنجز موجوده من قبل الحرب. أعود لك دكتور نسيب وأسألك عن نقطة ما يجري الآن في لبنان تحديدا، مثلا إذا تحدثنا عن ما يجري في جنوب لبنان، هل يمكن أن يستوعب السياسيون في داخل لبنان سواء كان تابعين إلى حزب الله أو حتى إلى بقية الأطراف السياسية بأنه الوضع فعلا على حافة الهاوية في لبنان ويجب أن يتحركوا ولو قليلاً وينجزوا على الأقل موضوع تشكيل الحكومة؟ هو صحيح، هو تشكيل حكومة مرتبط بشكل مباشر بانتخاب لرئيس الجمهورية. أكيد. وكان مفترض انتخاب رئيس جمهورية بتشرين الأول من السنة الماضية، من 2022، يعني نحن بدون رئيس جمهورية منذ تشرين الثاني، منذ تشرين الأول 2022. وبالتالي لدينا حكومة تصريف أعمال منذ ذلك الوقت تعمل وتجتمع، ولكن لا تستطيع أن تأخذ قرارات جذرية إصلاحية لأن ليس لها كامل الصلاحيات. ولكن هناك بعض الخطوات التي حدثت مؤخرا، مثلا إقرار موازنة 2024 ضمن المهلة الدستورية، وهذه أول مرة يقر مجلس النواب والحكومة موازنة ضمن المهلة الدستورية منذ 20 سنة. واليوم مطروح مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من بعد اندلاع الأزمة. ولكن موضوع الإصلاحات ككل، يعني إعادة هيكلة القطاع العام، إعادة تأهيل البنى التحتية، المفاوضات مع حاملين سندات اليوروبونز التي كان يجب أن تبدأ في أذار 2020 بعد قرار الحكومة السابقة التعسر عن التزاماتها بالعملات الأجنبية للدائنين، كل هذا بحاجة إلى رئيس للجمهورية وإلى حكومة كامل الصلاحيات، وهذا مرتبط بعوامل سياسية محلية وخارجية أيضا. فاليوم بصراحة وللأسف ليس هناك أفق لانتخاب رئيس للجمهورية لأسباب سياسية متعددة لا مجال لبحث فيها الآن. وبالتالي هذه الخطوة ضرورية لتشكيل حكومة جديدة مع فعالية. ولكن حتى إذا انتخبنا رئيس للجمهورية، من خبرة الوضع السياسي في لبنان سابقا، يجب أن يكون هذا الرئيس الجمهورية له نظرة إصلاحية متجانسة مع نظرة رئيس مجلس الوزراء والحكومة، ولا يمكن أن يكونوا على صفحات مختلفة وعلى موجات مختلفة. حان الوقت أن يكون رئيس الجمهورية المقبل والحكومة المقبلة ورئيس مجلس الوزراء على نفس الموجة الإصلاحية، ويكون لهم نفس الرؤية للخروج لبنان من أزمته الاقتصادية. وهذا يتطلب قرار سياسي. الوضع الاقتصادي هو ضحية القرار السياسي في لبنان، وأولويات الأحزاب السياسية في مكان، وأولويات المواطن والقطاع الخاص والاقتصاد في مكان آخر للأسف. طيب، سأعود لك دكتور نسيب ولبقية الضيوف ولكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل للحديث عن ما تبقى بالقسم الأخير من الحلقة، عن موضوع مدى تأثر اقتصادات الدول العربية بالحرب على قطاع غزة ومدى إمكانية تحمل هكذا أزمات وحروب في المستقبل. ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. ضمن فقرة الرأي رأيكم، سألنا المتابعين على منصاتنا في مواقع التواصل كيف تأثرت شخصيا بالأزمة الاقتصادية التي تمر في الشرق الأوسط؟ ارتفاع أسعار السلع بنسبة 69% أم انخفاض فرص العمل المتاحة في بلدك بنسبة 17%؟
أما انخفاض قيمة المدخرات نتيجة لانخفاض أسعار العملة المحلية بنسبة 14%. أعود لك دكتور خالد وأسألك، يعني قبل أن تكون حضرتك مختص كفرد يعيش في الأردن ولديك عائلة، ما هو أكثر ما هو التمسته أنت بعد حرب غزة فيما يخص مثلا أسعار السلع، فرص العمل وإلى آخره حسب رؤيتك؟ الحقيقة أنا لم أجد هنالك ارتفاع مهم في الأسعار في الأردن، سواء الأسعار المفردة، أنا أتكلم ليس أسعار الجملة، يعني مواطن يشتري من السوق، لم أجد أي هنالك يعني انخفاض في يعني ارتفاع في الأسعار. بالنسبة للمدخرات اللي بالتأكيد الموظف أو اللي لديه دخل محدود سوف لن يتأثر إلا بنسبة قليلة جدا من ارتفاع الأسعار الموجودة، وهي بنسبة قليلة جدا خلال فترة حرب غزة، لا تذكر يعني تؤثر على مستوى الدخل المحدود. بالنسبة إلى المدخرات اللي كان لديه هذا الدخل بنفس الطريقة لن تتأثر مدخراته، والقطاع الخاص الآخر اللي كان له دور في هذا إذا كان هنالك تقليل بنسبة الصادرات بالتأكيد سوف تقل مدخراته بالنسبة للموجودات لديه، أما كمواطن للمدخرات لم تنخفض بشكل مهم جدا، وأنا لدي يعني كمواطن لدي مدخرات في البنوك في المصارف ولدي هذا لن تتأثر بشكل مهم خلال فترة غزة في الأردن، ودلالة على ذلك أنا لم أسحب أموالي من المصارف لأن هنالك استقرار نقدي مالي في الأردن وسعر صرف الدينار ثابت ولم يتغير نهائيا كما في الدول الأخرى، فإذا لدي استقرار مالي ونقدي دون أن أتأثر بحيث أذهب إلى البنوك أو أخاف على أموالي أو أخاف على مدخراتي أو أخاف على كذا، ليس لدينا أي نوع من التردد، والاستقرار موجود في الأردن والحمد لله، وأنا أتكلم هذا من خلال تجربتي ومن خلال متابعتي إلى الاقتصاد الأردني من خلال الأزمة وقبل الأزمة طبعا ولا غاية الآن. جيد أستاذ بسنت، استمعت لما قاله الدكتور خالد، لكن هذا لا يجري على مصر سواء قبل الحرب على غزة أو حتى بعد الحرب، يعني هناك قلق، هناك مخاوف، الكثير من سواء الأفراد أو حتى رجال الأعمال سحبوا أموالهم وإلى آخره، لماذا لا يمكن أن نطبق أو لم يكن المشهد في مصر مشابه للمشهد في الأردن رغم أنه تمتلك مصر إيرادات وموارد لا يمكن أن نقارنها بالأردن مع فارق أكيد يعني عدد السكان بالتأكيد؟ هي مصر بتحاول تاخد اجراءات، لان زي ما قلت قبل كده هي الصدمات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي مؤثره على مصر وضغط عليها بشكل كبير، وكمان جراء ازمه بتاعه قناه السويس طبعا، فده مخلي الموجه التضخميه زايده زياده عن التضخم اللي كان موجود اوريدي، فده مؤثر بشكل كبير ومخلي انه يعني الحكومه بتبذل اقصى جهدها، لكن يعني مثلا قطاع زي قطاع السياحه لو اتكلمنا فيه هو اصلا ساهم في 2022 بنسبه 7.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو في حوالي 2.3 مليون موظف، وطبعا القطاع ده تاثر بشكل طفيف مثلا منذ بدايه الحرب، لكن لو تخيلنا ان هو تاثر بشكل كبير هيعمل انخفاض كبير جدا في الايرادات، طبعا هيؤدي الى معدلات بطاله عاليه. طيب دكتور نسيب، اود ان اتحدث معك وافتح موضوع قبل الختام، الذكاء الاصطناعي، يعني كما يقولون أنه سلاح ذو حدين، صندوق النقد الدولي حذر منه، قال بأنه ربما بما يقارب 40% من الوظائف ربما هذه لن تكون متاحة للمستحقيها طبعا حول العالم بسبب الذكاء الاصطناعي. كيف أثر بشكل سلبي الذكاء الاصطناعي على موضوع الوظائف؟ طبعا نتكلم عالميا. اي نعم، اليوم موجة لا نستطيع أن نصفها بموجة، حتى موضوع الذكاء الاصطناعي هو منحة جديد وباقي وسيستمر وسيكون له تأثير، إن كان ليس فقط تأثير سلبي ولكن تأثير إيجابي. هناك بعض البحوث الصادرة من بعض المصارف الاستثمارية العالمية تقول أن إذا صحيح وعود الذكاء الاصطناعي أصبحت حقيقة كما يقال، ممكن أن ترفع حجم الاقتصاد العالمي ب7 تريليون دولار سنويا على مدى 10 سنوات القادمة.
من ناحية أخرى تقول نفس الدراسات أنها ستؤثر على 300 مليون وظيفة حول العالم، ولكن يعني هذا لا يجب أن يؤدي إلى كوارث كما يحكى وكما بعض التوقعات تقول وبعض التهويل، لأن هذه أصحاب هذه الوظائف ممكن أن يجدوا وظائف في مكان آخر بسبب الوظائف الجديدة التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي وتدريب الموظفين الذين يعملوا بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي ليعملوا في مجالات الإنتاجية فيها أكبر. يعني صحيح هناك سيكون ربما خسائر للوظائف حول العالم، ولكن هناك فرص تأتي مع الذكاء الاصطناعي من فرص العمل الجديدة التي سيولدها هذا الذكاء الاصطناعي إذا تحققت كل الوعود التي تحكى عنه حتى الآن، وهي مجرد يعني ليست مجرد وعود ولكن بعدنا في الخطوات الأولى، وهناك توقعات ربما تكون مضخمة، ولكن يجب أن ننتظر لنرى ما هي التداعيات الحقيقية. والبعض يقول أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد مساعد فعال للعمل الإنسان ولن يحل مكان الناس بالشكل الذي يحكى عنه لغاية اليوم. طيب دكتور خالد، هي هذه نقطة تخص موضوع الذكاء الاصطناعي بأنه هو مفيد لكن لمن يستثمره بشكل صحيح. نتحدث عن الدول، يعني مثلا صندوق النقد قال بأنه هو سيؤثر بشكل سلبي على الوظائف التقليدية إن صح التعبير، لكن أعطوا كأمثلة مثلا عن الإمارات وعن المملكة العربية السعودية أنه هي من أكثر الدول العربية المواكبة للذكاء الاصطناعي وطريقة الاستفادة منه بشكل أو بآخر. ماذا بشأن الدول الأخرى إذا تحدثنا عن دول المنطقة؟ بالتأكيد الذكاء الصناعي سوف يكون استبدال لبعض الوظائف وليس جميع الوظائف، وبالمناسبة هو الإنسان من يخترع الذكاء الصناعي، وهو ولهذا السبب سوف يخلق وظائف جديدة من خلال الذكاء الصناعي. والذكاء الصناعي عندما ينمي الدخل الكبير إليه، هذا الدخل الكبير ممكن أن يوزع كما الآن في سياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه هذه الذكاء الصناعي ممكن يكون إيرادات إلى الدولة وبالإضافة إلى الضرائب الموجودة وتوزيعها إلى العوائل بحيث تعطي إلى نوع من السوشيال سيكوريتي للعوائل، هذا يؤدي إلى إعادة توزيع بنسبة معينة. أما تأثير على الوظائف، بعض الوظائف في دول أوروبا مثلا ثلاثة إلى كل خمسة ثلاثة يقال أنه من الذكاء الصناعي سوف تتأثر فيها البطالة. بالإضافة إلى ذلك ليس فقط الوظائف وإنما حتى أماكن، يعني بعد ما موجودة أن واحد يعمل شركة كبيرة وعدد موظفين والعمل في البيوت ويؤدي نفس النتيجة إلى بنفس الكفاءة ونفس النتيجة وجالس في بيته، هذا كله. ولكن هو لن يكون البديل الكامل لعملية الإنسان على الأقل للمدى المنظور، وهنالك صناعات كثيرة خاصة في دولنا اللي ذكرت الإمارات. الإمارات المفروض في الإمارات لديها يعني لصالح الإمارات أن يكون هنالك الذكاء الصناعي، لأن نسبة السكان الأصليين إلى المهاجرين 8% من السكان الإماراتية إلى المهاجرين، فعملية الاستبدال فائدة لها. في بعض الدول تكون لديها فائدة، وفي بعض الدول لديها صناعات ممكن أن تكون لإدخال الذكاء الصناعي بنسبة متدرجة ويبقى التوظيف بشكل عامل، وخاصة في دولنا العربية ممكن أن نستفاد من الذكاء الصناعي في بعض المجالات الكثيرة، ويمكن أن يكون لدينا نفس القدرة على الإنتاج في دولنا ونستخدم الذكاء الصناعي في مجالات متعددة. يعني هو ذو جانبين، ممكن أن نستفاد منه بشكل ويؤدي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي لبلداننا، وممكن أن تكون إضافة إلى بعض الوظائف التي تكون استبدالها إلى وظائف أخرى ونستفاد منها في مجالات أخرى. لكن دكتور خالد، يعني ربما هذا ممكن في دول معينة، لكن دول إذا تحدثنا عن بعض الدول العربية ما زالت تعتمد على الورق، يعني لم تصلها فكرة أو التطور باستخدام مثلا التطبيقات. أتحدث هنا سواء عن الوظائف أو عن طريق إدارة الدولة، يعني فهي ما زالت تعتمد على الورق والطرق التي يمكن اعتبارها مقارنة بالتطور الحالي طرق بدائية. فهي وإن أرادت أن تذهب إلى استخدام الذكاء الاصطناعي هي لا تستطيع. هنالك فرق بين أن لا تستطيع
ولديها الرغبة والقدرة على الاستفادة من الذكاء الصناعي. بالمناسبة استخدام الأوراق لا زالت في دول عديدة، يعني أنا في أمريكا عايش في يوستن، عندما أقدم أي معاملة رخصة سياقة أملي الاستمارات وكذا كثيرة جدا، أقل مما أستخدمه في الأردن. الأردن ما تحتاج مني أي ورقة وكذا، وأستطيع أن أعمل رخصة القيادة بسهولة. فلا زالت بعض الدول أيضا تستخدم الأوراق بشكل كبير، ولكن تستخدمها ضمن نطاق محدد. نعم. الآن في دولنا العربية، والذي ذكرتي حضرتك أن هنالك عدم القدرة على استخدام الذكاء الصناعي، هل هذا عدم القدرة على استخدام الصناعي هو نتيجة لعملية تأخير لاستخدامه، عملية تأثير على الناتج المحلي، عملية تأثير على العمالة، عملية تأثير على استبدال العمالة؟ أنا يهمني الآن كيفية أعمل على رفاهية الفرد في بلدي، رفاهية الفرد سواء باستخدام الذكاء الصناعي أو بتدريج استخدام الذكاء الصناعي وعملية التقليل من البطالة بدون أن أزيد البطالة. طبعا زيادة البطالة الآن خاصة في دولنا النامية تؤدي إلى مشاكل اجتماعية سياسية خطيرة جدا، وتعاني منها دول العربية من هذه النتائج بكثرة البطالة. فإذا كيفية استخدام الذكاء الصناعي يجب أن يكون بدراسة محددة لدولنا، توائم ما بين العمالة، ما بين الناتج المحلي الإجمالي، ما بين زيادة الدخل، وما بين القدرة على استخدام الذكاء الصناعي. طيب أستاذة بسنت، إذا سألت من وجهة نظر اقتصادية، كم يكلف الدول، إذا تحدثنا عن مصر مثلا، في حال عدم مواكبتها للذكاء الاصطناعي وهذا التطور وهذه الثورة التكنولوجية بما يخص الاقتصاد؟ لا، هي دلوقتي الدول بدأت تواكب، وأنا أتفق مع دكتور خالد لما قال فكرة إن هو هتأثر على بعض الوظائف مش كلها، وده اللي خلى فيه دول دلوقتي بدأت تحط في المدارس حتى تدريب على الذكاء الاصطناعي تمهيدا لأن الناس تبقى مستعدة إنها تستخدمه في المستقبل، وده هيحل محل بعض الوظائف، لكن مش هيكون في إحلال لكل الإنسان. وحتى في بعض الدول بدأت تستخدم اللي هو Universal Basic Income، اللي هو زي مرتب شهري بيصرف للأفراد عشان يكون كبديل لو هو تضرر من الذكاء الاصطناعي أو من الأوتوميشن بشكل عام. طيب أعود لك أستاذ دكتور نسيب بهذه النقطة، هل هذا الموضوع موضوع مواكبة الذكاء الاصطناعي لعدم الذهاب إلى خسائر اقتصادية ربما أكبر لاقتصاديات الدول، هل هذا ممكن أن نتحدث عنه في دول غير مستقرة سياسيا؟ إذا تحدثنا عن لبنان، عن ما يجري في دول أخرى، أم لا هذا غير ممكن، هذا قابل للتطبيق في الدول المستقرة لا غير؟ لا، هو يجب على كل البلدان أن تواكب هذا المنحى، لأن لا مجال للهروب من الذكاء الاصطناعي وتداعياته. وهناك دراسات أصلا عن تداعيات الذكاء الاصطناعي على الخدمات العامة وعلى القطاع الخاص وعلى القطاعات، كل قطاع بمفرده، ونرى التداعيات على الأقل على الورق في الدراسات الموجودة. فلا مجال لتأجيل موضوع الذكاء الاصطناعي، بالرغم من أن هناك بلدان تعاني من أزمات لديها أولويات أخرى. وكما تفضل الضيوف الآخرون، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات هما مثلين عن بلدان صحيح عندها استقرار وعندها إيرادات مالية ضخمة وطورت اقتصاداتها، ولكن هي في طليعة التعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي ومواكبة هذه الظاهرة الجديدة. فأنا برأيي إذا هناك دولة أو قطاع خاص لا في أي دولة لا يواكب ما يحدث في موضوع الذكاء الاصطناعي، فهو سيكون في المراكز الخلفية في نفس القطاع حول العالم. وهناك عائق بصراحة أمام البلدان، معظم البلدان حول العالم في موضوع الذكاء الاصطناعي، أن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعتمد على اللغة الإنجليزية. فهناك يعني هناك شيء من ناحية التنافسية لصالح البلدان الأنجلوساكسونية في هذا الموضوع والولايات المتحدة بالطليعة. لذلك على معظم بلدان العالم الأخرى التي ليست بلدان أنجلوساكسونية أن تلحق هذا المنحى قبل أن يفوتها الأوان ويسبقها البلدان الأخرى. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا الدكتور نسيم
جبريال الخبير الاقتصادي اللبناني، وأيضا كان معنا من عمان الدكتور خالد شمري رئيس مركز الخلد للدراسات، وكانت معنا من القاهرة بسنت عبد الفتاح الباحث الاقتصادي الأول بمركز الحبتور للأبحاث. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، في أمان الله ورعايته.